متابعين حلقتنا نحن وكاريتاس معكم مشاهدينا، واكيد انتم معنا، ويلي عم بيصلنا شيء بيفرح القلب عن جد. بدنا نشكر كل الاشخاص يلي عم بيتصلوا، يلي عم بيتكفلوا بالحالات. بدنا نشكر وزاره الصحه طبعا يلي تكفلت بحاله اندرو. كمان بدي اشكر كمان الاشخاص يلي عم يتصلوا ويشاركوا خبراتهم بحالات مثيله للحالات الصحيه يلي شفناها اليوم، وخبراء وقدامى ومن مؤسسي كمان كاريتاس. بيسرني رحب بالاستاذ حبيب حاتم، اهلا وسهلا فيك. حضرتك امين مال سابق بكاريتاس، والنائب فريد جبران عضو اللجنه الماليه السابقه بكاريتاس الدوليه، اهلا وسهلا فيكم. معناتها رح نحكي ارقام هلا، ما هيك نائب؟ قدر الامكان. قدر الامكان، اعطينا شويه ارقام نائب. من لما كنت اي سنه كانت؟ انا قبل ما اكون عضو في كاريتاس الدوليه اللجنه الماليه كنت أمين مال لكاريتاس على مدى 6 سنوات. اليوم الأرقام فعلا تختلف اليوم عن السابق، بس بالواقع تطور كاريتاس بالنسبة لي الخدمات اللي بتأديها اللي جعلتها عابرة للمناطق الجغرافية، عابرة للطوائف، للمذاهب، وبالتالي هيدا اللي عطاها شمولية. يعني مثل ما هي كاريتاس هي نموذج عن كاريتاس الدولية، كاريتاس تغطي كل المناطق اللبنانية بغض النظر عن أي اعتبار آخر، وكاريتاس الدولية عندها الشمولية في كل بلدان العالم. لا. هذا يعني أنه هناك التزام سواء من قبل كاريتاس الدولية أو من قبل كاريتاس لبنان، هو الالتزام بالإنسان بالدرجة الأولى. طبعا الالتزام بالإنسان في مختلف الأوجه، من هون منشوف أنه كاريتاس بتشكل في عندها الشمولية وعابرة لكل المناطق، ولكن عندها شمولية في الخدمات اللي بتأديها وبالتنظيم أيضا. يعني بمؤسسة هالقد فيها تفرعات، وهي كمان موصولة بالعالم بكاريتاس الدولية، معناتها بده يكون في تنظيم ثابت وتنظيم فعلا يعني دقيق لحتى تقدروا كمان تحصوا المدخول، تحصوا المصروف وكل هالامور هيدي. بيتم التنسيق بالامور الماليه مع كاريتاس الدوليه ايضا؟ كاريتاس لبنان عندها استقلاليه تامه، كاريتاس الدوليه تلعب دور الكاتاليزر ودور الموجه وفقا لتعاليم الكنيسه، وفعلا للحفاظ على الناحية الإنسانية اللي قلت عنها كالتزام. كاريتاس لبنان عندها استقلالية تامة، عندها موازنتها الخاصة. طبعا يمكن طلعتي على أرقام الموازنة، بس نحن منقول أنه الخدمات اللي بتأديها وموازنتها اللي تنبع من لبنان، طبعا في مساعدات من مختلف كاريتاسات العالم ومحليا كذلك ومن بعض المؤسسات المانحة. البيانات المالية هي مستقلة كليا عن كاريتاس الدولية، ولكن تلعب دور مهم في التعاطي مع كاريتاسات المنطقة، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك هناك علاقة وطيدة بين مختلف كاريتاسات مما يسهل عمل كاريتاس في أي بلد من بلدان العالم. أنا بس بدي أقول لك نائب أنه أنا لو طلعت على الجداول ما رح أفهم شيء، يعني أنا والأرقام مش كتير. هلأ أنتم بدكم تجربوا تفسروا لي قدر الإمكان شو الوضع المالي اليوم. أستاذ حبيب، بيختلف الوضع والأرقام والمدخول والمصروف عن بالسنين اللي مرقت؟ أول نقطة بحب سطر لك إياها، إنه من أهم المؤسسات الموجودة في لبنان، كل مؤسسة خيرية تتوجه لعمل معين، لمضاعفة الأولاد، لمساعدة المريض، لمساعدة. كاريتاس عندها شمولية كاملة وتتأقلم فورا مع وجود حادث معين. أنا كنت أمين مال بين 2000 و2006، وحدث مثلا حادثة 2006، فيك اقول لك انه خلال 3 ساعات كان لجنه الطوارئ بكاريتاس مجتمعه بلشت تتنسق بالواقع، واقع الحادث، وهو العالم اللي عم تنتقل من منطقه لمنطقه. وبقول لك انه فورا بعد 6 ساعات كان في تنسيق مع الامارات بتوجيههم انه يشحنوا الحاجات المول بالطياره. هيدا هي حادثه. الحادثه الثانيه وقت كان تهجير من الجبل اقلمت فورا،
كاريتاس وبلشت تبني بيوت تحط المساعدين، بس صار في نوع من الحاجة للملحة الأكثر. كاريتاس خلقت سيركوي أمبيلانس، سيارات الإسعاف، يعني تتأقلم فورا مع كل شيء. إذا بالرجوع مثل الدولة تماما، يعني مثل الدولة تماما، بس مثل الدولة بدها تكون بكرة إن شاء الله. إن شاء الله كلنا بعد الحراك لازم الدولة توعى إنه في ضمير وجداني إن شاء الله. وأهم شيء بكاريتاس هو شفافية العمل. نحن تنسيق بيكون بين برا لكاريتاس، كان كنا كل همنا دائما نبلغه شو عملنا بمصرياته. هيدي كانت سياسة تبعناها مطولا، إنه أول شيء. تاني وحدة ننسق مع المتبرع. المتبرع بحب دائما يوجه مساعدته بجهة معينة. مثلا كان طلعت فكرة انه بدنا نعمل كشك بالبقاع، اجى المتبرع تبرع انه نعمل مركز بالبقاع، حجزنا المصريات اللي اجونا مباشرة لي ونعمل بميزانية مخصصة. بحب لك انه في بداية كل سنة تحدد كاريتاس سياستها المستقبلية بموازنة ومع قطع حساب، مش بلا قطع حساب، بتعمل قطع حساب وبتعمل ميزانية، وكل شهر تصدر وضع مالي ويعرض على المجلس الأعلى للمتابعة. هذا مهم جدا، تعرفي دائما دقية الشفافية في العمل. هي نجحت فيها كثير منيح كاريتاس، انه تصدر كل سورة وبتبعت ميزانيات لكل الأعضاء قبل بشهر، كل واحد يقرأ ويتابع. هذه نقطة بتساعد نقطة. هلأ بتقولي لي كيف تطور العمل مع كاريتاس؟ يتطور مع الواقع الإنساني المتواجد بلبنان. أكيد اليوم المزاهمة، بس بحب أقول لك شغلة كتير مهمة. أفقر شخص بلبنان بحب يتبرع، شرط أنه يعرف وين رايح مصرياته. صح. أوكي. إذا إحنا أهمية العمل بكاريتاس ولم يزال، وهذه فضل كبير للكنيسة اللي عم تتبع هالنقطة، أنه تتابع عملها وتتابع نشاطها، ونتيجة عملها تبلغ لصاحب المتبرع. هلا المتبرعين أكيد أوروبية لبنانية، وكوني أكيد إنه هالأولاد اللي عم بيقفوا على الطريق تقول لك أعطيني مساعدة، هالمصريات اللي عم بيخدمون عم تتوجه حسب ميزانية الموجهة إلها. نعم. يعني السنة مثلا إذا السنة حطت كاريتاس توجيه لهالخدمة المعينة، بيروحوا هالمصريات للخدمة المعينة، ويصار إصدار ميزانية وموازنة ومتابعة لإلها. نعم. هيدي هالنقطة هيدي بتجعل من كاريتاس حقيقة مؤسسة شفافة. نعم. مؤسسة قابلة. نحن كمان يعني بدي ادعيكم ضلوا معي، بدي انتقل شوي لعن زميلي علام، بس بدنا نرجع نحكي كمان عن الشفافية بنهار مثل نهارنا اليوم ايضا. بس خلينا انتقل لعند زميلي علام بمنطقة الدورة لحتى نشوف البيت يلي بحاجة لترميم. إذا وصلنا أول بيت إيرانيا، طبعاً نستعرض يعني كيف عم بيعيشوا هي محياة هون بطريقة متواضعة أو أقل من متواضعة إذا صح التعبير، ولكن بعدنا مع فريق كاريتاس اللي هن دائماً كانوا عم بيشرفوا على حلتهم. اليوم برأيك هنستكشف مع جيل أيضاً البيت، إذا اليوم مشاهدين قرروا أنه يقدموا مصاري أو يتبرعوا مصاري كمان نرمم لهم بيتهم، قديه حنساعدهم؟ أكيد منكون ساعدناهم كتير، لأنه هي محياة ما في أهضم منهم، إخوة اثنين عايشين لحالهم وبتضل البسمة على وجههم، بيضلهم يضحكوا لو شو ما صار. شكرا لك. هي محياة، جينا على بيتك أول شيء، شكرا لثقتكم فينا. الام تي في اليوم نهار طويل، رانيا عم تقول لي إن شاء الله نقدر نجمع هاي مصاري للترميم لتعيشوا بلا ما يكون في رطوبة قوية بالبيت، إنه هي بتأدي لأمراض، وأنتوا اليوم حلتكم على قدكم وأقل من قدكم، يعني صح؟ صح مزبوط عم تحكي صح. إيه انتو كيف تعيشوا على فايقة؟ بتشتغلوا؟ ما بتشتغلوا؟ ما بشتغل، كنا نشتغل بس ما في شغل، ما إيش استقبلونا بسبب عمركم كمان صح؟ ايه كبرنا كمان. كيف بتفوتوا مدخولكم؟ أصحابنا بساعدونا شوي شوي، مش عنا
خلي جيل يسبقني لفرجي العالم شوي عن هذا البيت وحالته المتواضعة جدا، كي طبعا نخلي المحبين، وأنا بعرف أنه في كتير محبين لبنانية في عالم الاغتراب ولبنانية في لبنان أيضا حبين يساعدوا أهلهم يلي ما قدر إجا على لبنان من المغتربين، اليوم عنده فرصة يكون موجود بمساعدتهم لا هيام وحياة. بتعم تشوف البيت حيطه كله ناشش ورطوبة كتير قوية، نحن بفصل الشتاء وهيدي لازم تكون قوة النوم ولكن ما بينقعد فيها. شو ترتيبات لازم تنعمل؟ طبعا هناك فريق عمل ممكن يعيد هذا المنزل إلى معيار يقدر فيه يعيش فيه بالحياة. إذا رممنا، إذا نجحنا وأنعنا المشاهدين يرموا بيتكم، شو ممكن يصير؟ هل تنبسطوا يعني هذا شك هذا طلبكم؟ إن شاء الله خير. يعني عم يجيني هلأ من منتج البرنامج اليوم، هالبرنامج الخاص اليوم كاريتاس ونحن معك، من منتج سيمون درغام، أنه يعني شو بدي أقول، مرة جديدة سفير الإمارات بياخد على عاتقه هذه المسألة ورح يتكفل بترميم كل المنزل والأدوات المنزلية اللي بحاجة لها. يعني أنا عم أتأثر لأنه ما في مسؤول لبناني تلفن اليوم، ما في أي نائب أو وزير تلفن اليوم مشان يحط إيده مع شعبه. سفير الإمارات مخجلنا بمحطته لقلنا، مرة جديدة عم يتصل ليكون حد أهلنا، حد أهله هو الشعب اللبناني. شو بنقول لسفير الإمارات يلي ولا مرة خيب ظن اللبنانيين، كان دائما معهم في هذه المحنة الصعبة جدا. نقول الله طول عم خليه بصحته، خليه عائلته، يفتح بوجكم وبوجه. يعني نحن منقول كمان لسفير الإمارات اللي كمان تبنى 10 منازل بطرابلس، اليوم عم يزيد حالة جديدة بترميم البيوت. ما في إلا ما نشكرك يلي أنت اليوم عم بتكون خي وصديق وأب لكل لبناني، ونحن منقول لك يعطيك ألف عافية ودائما بالصحة يا رب. ورانيا يعني نشكر سفير الإمارات ونشكر كل الفريق كاريتاس اليوم اللي معنا عم يدارينا حالات، يلي ناس على قدهم عايشين يوم بيوم ومن فعلين الخير. نحن اليوم حبينا بس نقف معهم إلى جنبهم. رانيا شكرا. آلان شكرا لسفير دولة الإمارات الدكتور حمد الشمسي من خلال ملحقية الشؤون الإنسانية يلي فعلا بضل متابعنا ويلي فعلا عن جد شو بدنا نقوله عن إنسانيته، عن كرمه، عن محبته للشعب اللبناني. يعني شخص ما عم يترك ولا أي حالة تكون بحاجة إلا ما يكون فعلا عم بيكون موجود للمساعدة. الله يبارك فيك، نحن هيك منقول باللبناني، ما هيك أستاذ فريد؟ اليوم مثل نهار كاريتاس والأم تي في، كيف بتتم المتابعة ومثل ما كنا عم نحكي عن الشفافية أيضا؟ لا شك كاريتاس لو ما كان عندها شفافية في عملها والتنظيم ما كانت استمرت 45 سنة بها الوهج وبها العطاء. صحيح. المتزايد. ولكن بحب شير لشغلي انه اليوم صحيح في جهاز بشري كبير بكاريتاس، ولكن كل هالأعباء هالجهاز هيدا لا تتجاوز 6% من موازنة كاريتاس. اليوم إذا قارنا نحن هالنسبة هيدي مع المؤسسات العالمية منلاقيها أدنى من أكبر مؤسسة عالمية اللي هي أعباء الإدارية بالنسبة لي رقم أعمالها. هيدا على شو بدل؟ بدل على أنه كاريتاس تعتمد في الدرجة الأولى على العمل التطوعي. صحيح. وهيدا فعلا منحب نوجه يعني تحية وشكر إلى كل العاملين سواء في الأقاليم، في المركزية، في المراكز الصحية، في كل مراكز كاريتاس اللي هني عم بيعطوا من وقتهم، عم بيعطوا من جهدهم بدون أي مقابل. وهيدا اللي بيخلي فعلا مؤسسة ككاريتاس تكون أقرب إلى الإنسان من مؤسسات مادية أخرى، مع احترامي لكل الجمعيات الأهلية، ولكن قربة من الإنسان. الإنسان اللي بيشتغل معه عم بيعطي من ذاته، عم بيعطي من وقته، عم بيعطي من جهده بدون أي مقابل. هيدا هو قيمة مضافة لعمل كاريتاس. أكيد وأكيد متابعين. وحضرتكم كان عم بيقول لي بير بول، أنا ما صدقته، قال لي اللي ببلش مع كاريتاس بيعلق كل حياته. متابعين أستاذ حبيب وباقيين تتابعوا معهم؟ هيك في شغلة مهمة، هذا بتفوتي بهالعمل بتشوفي شو نتيجة نشاطك. نعم. بتتحمسي تعطي أكتر، وخصوصا بس تلاحظي أنه في تضامن
في تضامن من على الشعب الأرض. أنا كنت زور كل المراكز بأشعر أنه في تضامن وخصوصا في مساعدات فردية، يعني اللي عم يتبرع بألف ليرة وبألفين ليرة وثلاثة آلاف ليرة عم بيشيلوا من أهم شيء عنده. من هيك نحن وقت ما بهالإدارة المالية، لأنه المحتاج بحس مع المحتاج يعني كل شيء بهمه، اللي عم بيعطي يعرف أنه مصرياته وين راحت، لأنه حرم نفسه من شيء بده يتأكد أنه اللي ساعده استفاد من الحرم نفسه فيها. من هيك نحن من نفتخر كمؤسسة نتابع فيها أنه هالمتابعة الشهرية من الإدارة الكنسية ومن الإدارة العلمانية المشرفة على كاريتاس عندها متابعة فعليا للتأكد من أن العمل عم ينتج. ما بيكفي يقول عملنا مدرسة بدنا نعرف شو عطت نتيجتها، وهالمتابعة بالعمل هذا المهم جدا. لا يكفي أن نكون عمرنا مدرسة بنعرف شو عطت نتيجة، ما بيكفي أنه خلقنا مستشفى بنعرف شو عطى نتيجة. وهيدي هالمتابعة هيدا عم بتتم بكاريتاس باجتماعات إلى الإدارة العليا كل شهر، بيجتمعوا بيراجعوا وبنعدل المتابعات اليومية. وعلى كل حال يعني بواب كاريتاس مفتوحة للجميع، يعني مين ما بحب يجي يشوف المدارس، يشوف المطبخ، يشوف المأوى، يشوف الميتم، يعني كله قدام كل الناس. نعم، بقولك تتأقلم مع الحاجة فورا. صح كاريتاس. صح. شو الحاجة اليوم تتأقلم فيها من المؤسسات الاجتماعية كلها عندها غاية معينة. أنا بساعد اليتيم، أنا بساعد الاختيار. كاريتاس شمولية عملها تجعلها من أهمية العمل فيها، من أهمية المتابعة فيها، ومن فرحنا بس نعمل شيء ونشتغل فيه. ما عندك فكرة قديش بيكون في بيقول من هو ينبسط أكثر، العاطي أو المعطى له؟ بقول لك العاطي. عاطي أكيد أكيد. أستاذ فريد، اليوم قديت تقريبياً عم نحكي حاجة كاريتاس بالشهر؟ يعني اليوم نحن لما بنشوف بدنا نميز بين اثنين، بين برامج كاريتاس وبين مصاريف كاريتاس الإدارية. اليوم لما بنشوف أنه ميزانية كاريتاس السنوية تتجاوز 30 مليون دولار، منشوف فعلاً قديش هي بحاجة لإدارة هالمال. هذا إدارة هالمال أنا قلت أنه اليوم لا تتجاوز 5 أو 6% من رقم الأعمال، لأنه في الناحية التطوعية فيها، وبالتالي كذلك الأمر كاريتاس تتأقلم مع الحاجة فعلاً ومع الإمكانية، لأنه مش دائماً الإمكانية متوفرة في ظل الظروف الراهنة سواء محلياً أو عالمياً كذلك الأمر. ولكن كاريتاس قدراني من خلال العمل التطوعي تتأقلم بين الحاجة وبين ما هو متوفر. أنا بحب حرج كتير على كلمة العمل التطوعي. كل الإدارة العلمانية والرهبانية بكاريتاس لا تتقاضى بدل، وهيدي شغلة مهمة جدا. هيدا عمل بيشعر الإنسان أنه عم يعمله بإيمان، مش بس يكون براتب بيكون أنا موظف عم بقبض، بس يكون عم بيعطي دون مقابل، بيكون عم بيعطي من كل قلبه وبكل إيمان وما بيعود يتأثر بأي شيء. شكرا لكم. أنا فريد جبران، أستاذ حبيب حاتم، أهلا وسهلا فيكم. بريك صغير وعم نرجع. شكرا.